بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام أحييكم بأجمل تحية صباحية من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان ضوء ميدان الطي، مع هذه الانطلاقات وهذه المكرمة، مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه ودعمه لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. انطلق الشوط الأول في صباح هذا اليوم الجمعة الثاني من سبتمبر لسنة 2016، انطلاقة سليمة مع هذا السن، سن الحجايج. جاء أيضا الشوط الأول، الشوط الأول ومسافة 2 كيلومترات ننطلق بالصدارة، نتابع الشاهينية على المقدمة لمحمد بن سعيد بن محمد بإبراهيم، ولكن أرى رغد أحمد بن عبد الله بن محمد الهلهلي تاتي مع المركز الثاني، والشاهينية مع المركز الثالث محمد بن خليفة بن قحيد المهيري، ومع المركز الرابع، المركز الرابع أرى التسلل القدوم من الظبي لسيب خلفان بن سيف الغويص من بدأت تتسلل مع المركز الخامس. هذه النتيجة والنداء الأول، النداء الأول للخمس المراكز الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام لنا عودة مع الصدارة، مع البداية والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير، والشوط الأول، الشوط الأول الرئيسي ناموس غير الصدارة والمقدمة. وأرى هني الشاهينية، أرى الشاهينية تتحكم بزمام هذا الشوط، ولكن أرى رغد مع المركز الثاني، مع المركز الثاني الثنتين ابتعدن ابتعدن ما شاء الله تبارك الله رغد والشاهينية، ولكن أرى رغد تتسلل تنطلق بالمقدمة، تنطلق بالصدارة ما شاء الله تبارك الله. صدرة الأوامر والمدلل ينطلق على المقدمة مع الشاهينية لمحمد بن سعيد بإبراهيم، من ينطلق بالمقدمة في أول الأشواط، أول التحديات، أول الانطلاقات. والشوط الأول ناموس غير سلام سلام الطي سلام، تحية واحترام، والشاهينية تنطلق تنطلق بالمقدمة بأول الأشواط، بأول أشواط صباح هذا اليوم. تهانينا، تهانينا لمحمد بن سعيد إبراهيم على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني هذه لحظات وصول أيضا فتنة لسالم بن مع الغويص. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام نترقب وصول المركز الثالث، تاتي مع المركز الثالث أيضا الشاهينية لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري. المركز الرابع الظبي بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، والبقية بن حيلهن الأعضاء خط النهاية. نعود مع التوقيت الزمني 2:56 هو توقيت الشاهينية. تهانينا لمحمد بن سعيد بن محمد بإبراهيم على فوز الشاهينية بالمركز الأول في أول أشواط صباحي هذا اليوم.